السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات الأفخم متابعين بالعالم، متابعين قناة المراقب. لو ما عملتش اشتراك ضروري تعمل اشتراك وتفعل جرس التنبيهات. مميزات وعيوب هاتف ريلمي سي 11 في دقيقتين وسعر الهاتف في نهاية الفيديو. أما عن مواصفات هاتف ريلمي سي 11، فالهاتف يدعم الراديو FM، كما أنه يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، ويدعم أيضا شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. والشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة ووتر دروب بمساحة 6.5 إنش مع جودة HD+ بدقة 720x1600، وتدعم الشاشة وضع الدارك مود لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود، ويحتل الهاتف بنسبة 88.7% من الواجهة الأمامية. ويتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت، كما تأتي بذاكرة عشوائية بسعة 2 أو 3 جيجا بايت. كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل. أما عن الأداء، فالهاتف يتوفر بمعالج ميديا تيك من نوع هيليو G35 بتكنولوجيا 12 نانو. أما عن الكاميرا الأمامية، فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4، كما أن الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4، وهي الخاصة بالعزل والبورتريه مع فلاش خلفي وحادي من نوع LED فلاش. يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة Full HD بدقة 1080 بيكسل، كما يدعم التصوير بجودة HD بدقة 720 بيكسل. منفذ USB يأتي من النوع القديم من نوع مايكرو USB، كما يدعم خاصية الاوتو جي. ويتوفر الهاتف ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع دعم لشاحن بقوة 10 واط. الهاتف يأتي بنظام التشغيل الأحدث أندرويد 10 مع واجهة ريلمي الجديدة ريلمي UI. يتوفر الهاتف باللون الأخضر وباللون الرمادي. سعر الهاتف، الأسعار الرسمية في مصر للنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام بسعر 1990 جنيه، أما للنسخة